بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم جديد في حصتكم التحرير في ضيافتكم. والتحرير في ضيافتكم أذكر دائما على أنها حصة تعنى بالشهادات التاريخية والشخصيات التاريخية التي وضعت بصمتها في تاريخ وفي حياة سوف، و سواء تعلق الأمر بالمجاهدين أو برجال التربية أو بكل المجالات الأخرى التي ربما وضعت بصمتها فيها. واليوم نحن نحل مع شخصية جديدة من شخصيات العدد عدد التحرير في ضيافتكم، وهذه الشخصية مميزة ومعروفة، ربما جمعت عدة خصال بين الجهاد وبين المعرفة والنضال والإدارة والمحاماة. شخصية لها كثير من النشاطات ووضعت بصمتها في كثير من القطاعات في ولاية الواد. شخصيتنا اليوم الأستاذ سي عبد الحميد بسر، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم في مكتبي اليوم. التحرير في ضيافتكم. سيدي، وأنت شخصية بارزة ومعروفة على مستوى الولاية وتقلدت عدة مناصب، كنت رئيس بلدية الواد، محامي، عملت في قطاع التربية، وكذلك الآن راك تقوم بتوثيق ربما تاريخ سوف، وكنت شاهد على عدة محطات في هذا التاريخ بدءا من تونس أو بدءا من الواد من الجديدة أعتقد، ثم لتونس ثم الرجوع إلى الواد، واليوم راك فاتح مكتب محاماة. نرحب بك أولا. ولو تحدثنا عن البدايات، سي عبد الحميد الطفل، سي عبد الحميد المدرسة، سي عبد الحميد النشأة، حدثنا عن هذه البدايات وحياة القرية وحياة التعليم وشهادتك على تلك المرحلة من عمرك من طفولتك مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم سي أحمد على زيارتكم وأنا مستعد لاستضافتكم في مكتبي وفي محلي. نعم. الحديث ربما على بداية العمر كما يقولوا. نعم. على بداية العمر ربما ذلك تخوني في عدة مواقف وعدة نقاط. نعم. طبعا هو من مواليد بلدية الدبيلة، الجلمة هذه هي حوز بلدية الدبيلة. نعم. حاليا داخل تقسيم بين دبيلة، حتى من قبل تابع دبيلة حتى فرنسا. نعم. نعم. هي حي الآن حي من أحياء جديدة. صحيح. جديدة حمار أخضر على كل حال. نعم. والدي كان في بداية في الأربعينات كان عامل في منجم حوض المنجم في قفصة، رقب المقفصة هذه تاع الدائرة هنا الكويف، مش الكويف الأخرى فيها الفسفات، ونزة. ونزة. نعم. كان في منجم ونزة ثم تحول في الأربعينات إلى منجم رديف. نعم. طبعا كانت الناس حتى الآن يعني كباقي أهل سوف الذين هاجروا. نعم. أنا يعني نتيجة القحط ونتيجة الفقر بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، يعني سوف فقط في مجاعة بكل صراحة. يعني صحيح. الأغلبية هاجروا، ولكن هذا ما فتح المنجم تاع رديف، الأغلبية ثانية راحوا تلقائيا، سواء نعم. هزوا من الكويف أو من وانزا إلى أو من هنا من سوف. نعم. طبعا احنا تم لحقنا به، رحلت معه. رحلنا معه في أي سنة؟ قبل أواخر الأربعينات. نعم. نظن أواخر الأربعينات. المهم أنا من مواليد 44 45. نعم. هنا كاين قوسين، كيفاه تقول لي 44 و45؟ نعم. لأن في التسجيلات لزومي منسين يعني. نعم. كل حالة منسين. أنا يا أختي اللي بعدي قد مش أختي الكل.
وقتي كيما مسيل، لان بابا سجل العقد نتاعه في اكتوبر 44 مع الوالد عند القاضي. اي صافي لا صافي يجي في 45 نعم نعم عندي 40 زوجت امي وين جبتها في كمونه كيما يقولوا لا مش معقول يعني. انا المهم نشات بين ابي وامي في اسره الحمد لله يعني مش ميسره ولكن تاخذ منها كيما يقولوا نعم يعني. نعم ميسور الحال اي وكل الناس مرت هذه المرحله خاصه الشياب تاع بكري يوكلنا شوي ويخلي شوي للبلاد بكل صراحه لازم يدير لنا خلاص يدير حوايج هنا البلاد يدير حوايج نعم هذا مرينا ومرينا كذلك بالمجاعه اللي وقعت ما بعد الحرب العالميه الثانيه كان قحط كبير حتى في المنطقه هذيك ولا المنطقه تاع هنايا اكثر نعم هنا وصلوا تلو حتى العروق تاع الجريان يعني. صحيح والحلبه وتراي نشطت في هذه الظروف ربما كانت هذه الظروف كان والدي ربما من اللي فكروا نوعا ما فكروا كيفاش فكروا في بدايه 52 انا اتذكر جيدا في 52 والدي ضرب الحسابات بقانا في مش وطننا احنا بس كل صراحه يعني صحيح ليه لانه هو نوعا ما واعي ثانيا في الحركه الاصلاحيه تاع سي عبد الكريم الحويذ الله يرحمه شهيد الحويذ وطرقوه كذلك في الحركه الوطنيه مع اخذ العيات اللي مسمين عليه الان محطة المسافرين نعم. بابا كان في الخليه نعم. يقول عم ناخذ باكر انا راه خلينا في الخليه العاشره لان صاحب دبزه نعم ما يستعرفش بالوطنيه بابا يروح في تريح هذه معروف رديه بابا دبايز بابا خشين يعني ما يمشيش دارك يعني ايده زوز يدين الله يبارك الله يرحمه الله يرحمه لما يجي يقول مش وطني يعطي كف صحيح عندنا هذه هي لا ما نقدرش نقول لها على كل حال لاني صغير 52 اشترى غوطه ثانيا غوطه في جديده اشترى غوطه في حسن خليفه كان ديما يامن مش يرجع ديما العوده موجوده نعم لا ما ربي هو اللي قدر الاشياء سبحان الله لانه وقع لي حادث بابا في 54 في اخر 54 اكتوبر 54 نعم يعني بعد الثوره بعد اندلاق الثوره قابل بابا ضربه ترى في الداموس شاف صنطي شاف نعم نعم العربات الصغيره هذيك في الدوسي في الداموس الداخل هذيك تخرج فوسفات نعم خام يعني ترى ضربه ضربه على ركبته تاع كاد ان يموت سبحان الله الدور السبيطار على جو كذا ولكن بعد خلف الشرع اصبح في الشرع الابتدائي ثم الاسانات يعني المحامي قاوري والطبيب قاوري والجوج قاوري والنائب الجوج قاوري والنائب العام قاوري قره في قره يعني خرجوه بلوط باب نعم عطوش حقه خرجوه بلوط وزادوا صحتهم الخدمه عطوه 25% من المرتب تاعه 25% من 4000 هذا متكني على الغوط هنا وين بابا وتحت صيته ما تصيته فاش دخلتنا للمحاكم ودخلنا محاكم ما عارف يقول راه كذا جاء برا بابا هاو يعالج فيهم حتى ل 56 باش حطوها 25% وجا برا هنا وين لقى والحدود مسكره نعم احنا ما عندنا جايين سكرونا الحدود العام سكروا الحدود قعدتوا عالقين عالقين عالقوا نعم والعائله تاع بابا كبيره عائله كبيره مش عائله صغيره عائله كبيره في ذاك الوقت المهم علاقتك بالمحيط العام في الديه هنا عايشين الوطنيه بالدراسه هنا عايشين طبعا هنا عايشين في ذلك الظرف الرائع تاع الثوره انطلقت الثوره وكذا بابا باع الغوص هذاك وين؟ باع صاحبه باع الغوص وباع الدراسه هنا كاين المشي السري كيما نعم. على كل حال هذاك الدراهم هذيك تاع الغوص هذيك وصلت للعائله تاع بابا حتى 63 ما احتجنا حتى واحد ما مد بابا ايده حتى لواحد نعم في هذا الخضم هذا في تم انشاء البدايه تاعي تو يعني نوعا ما نعم بدايتك نعم اكبرشني ما مشي كبير مشي صغير كوا يعني ما بين بنيت بدايه نضالك بدات مش نضال يسمولك انا هاو نضال غير قصدي بعيني مش نضال لكن حب الوطن حب كذا اكيد وبابا ديما قريفين على الوطن وعلى النشيد تاع مصالح حاج بكري بحيث اتذكر جيدا هذه شهاده اشهدها الى والدي صوره تاع مصالح الحاج فوق راسه في السرير تاعه اتذكرها جيدا ابو الحركه الوطنيه ابو الحركه الوطنيه اي قلت لك الصوره تاع كادره مش عارف كادره تعباها مثلا عالق معلق صوره تاع دليل على هذاك مثل الجزائر بك هذاك مثل نعم الوطن. نعم في المرحله هذيك المرحله هذيك زرع في انا نوعا ما من الوطنيه من حب الوطن الحس الوطني الحس الوطني وكذا كي سي 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 القائد الله يرحمه الخير طب العربي اعطى او اوحى
الى المجاهد الزبيدي احمد بن عايش باه يكون الشبان في منظمه خاصه سريه على الدوله الفرنسيه. أيوة. لان فرنسا كانت موجوده في الرديف. صحيح. العسكر كازرنا عندنا في الرديف ما خلصناش. خرج غير بعد منات تونس استقلالها. عام 56. في اواخر 56 اواخر 56. نعم. او في اواخر 57 بديتو. اواخر 57 باش فرنسا سلمت كازرنا للجيش الجيش التونسي. نعم. احنا دخلنا في الكشاف هنا، دخلنا في الكشاف مبكر. صحيح. زاد تكونت اكثر الحقيقه، الكشافه هي اللي كونتني وزرعت فيه روح الوطنيه وعرفت بالوطن وعرفت كذا. وكذلك الشيء الاهم من هذا كل هو تدريب شبه عسكري، لان الرديف محوطه بالجبال. أكيد. والمعارك مدوره بين كل المعارك احنا، اذا مجبورين. حتى الكشافه هو اعداد الجيل هذا في المستقبل. الروح زرع فينا الروح الوطنيه، القدر تاعنا زرع فينا الروح الوطنيه. نعم. في ذاك الوقت. وكذلك دربونا حتى على الجبال، احنا نعرف الجبال كيف التخابي المخابي الوديان. نعم. الكهوف، حياه يعني الكشاف، حياه الكشاف شبه عسكري. نعم. نستعملوا العصا، هو العصا الكشاف يسميها هنا. نعم. كتبت تحت الكتاب بتاعك عصا الكشاف اجباريا، كل كشاف عنده العصا. نعم. هذيك كسلاح اكيد، هذه واحده. ثانيا الاكثر من هذا وراهي الان في الذاكره وفي قلبي، وربما كان اخرين راهم يسمعوا فيا، يعني في الجهه في النزله تاع السوافه. احنا نسموها هنا السوافه كلها. اي نزله السوافه. احنا نسموها السوافه في يعني فيها احنا نقولها الوكاله، ولكن سكنات عسكريه مخفيه على العيون الفرنسيه، يعلموا بها الا قليل من مش لا يعلموا بها السوافه. نعم. على بالهم احنا حامينهم. احنا الشبان صار كشافه يعني مازلنا كشاف عمر 12 13 سنه مثلا على كل حال. يعني كل جهه اللي يخرج منها الجيش للجبل. نعم. جينا للمسؤول تاع الناحيه هذيك تاعنا تاع لازون يعني. نعم. لازون احنا زون حمو بديع الله يرحمه. نعم. با مسعود. با مسعود. قاعد با مسعود الله يرحمه على كل حال. جينا يقول لي عبد الحميد ويا الساسي ويا فلان ويا غاده، كنا ثلاثه اربعه على كل حال في الجهه هذيك. يقول اليوم راهي عندكم العس. ايه. انا فاهمين عليها الناس. العس كل واحد شد منا خرجه تاع الزقاق والحناويت. وين يجي الجيش خارج الجبل مسلح وقاد روحه خارج الجبل، يجينا حمى الله يرحم. انا حمى با يقول حمى بضيف. يجي يقول راهي عندكم اليوم مخلي الجماعه. نشدوا حنا يدفهم. شدوا. الحانوت ولا فرمي حانوت وطفي الضوء باش بعضهم يشوف. كنت العين معناها تاع العين تاع الوطن. اي نعم. ويسكنوا حذانا يعني حذانا حوش شو حياه. ها باه اللي كان عندنا باسي. باسي. أي. محمد انت تعرف ولا لا، كان مدير نتاع المجاهدين. أي. حوش باه كي غادر الضيف. نعم. خلى الحوش سكن عسكريا انا في ذاك الوقت. في ذاك الوقت نعم احنا قالوا نحبسوا الضواو، نحبسوا الناس اللي تمشي، نقول برا بدل زقاق اخر، نوع من تامين الطريق. حتى الاخر نقطه من الحي، اخر حوش مثلا، هي تولي روح حوش اخر حوش من الجبل. نعم. هذا دور كبير من الجبل. عيون جيش التحرير هذه في الجهه تاع حمى بضياف، في الجهه تاع الاخر كيف كيف كان به واحد اخر. اي نعم. لازم نخليهم في هذيك. نعم. لان الجيش تاعنا ما كانش كان جهه واحده. نعم صحيح. لا لا جهه منا ومره الغرب مره الشرق مره كذا. وباش لان فرنسا دايره بروجيكتور. اي كيف فاقت فرنسا هي درتها حتى في الصوره درت المطبات هذيك ولا مش مطبات. أيه. بلوكوز احنا نقسم بلوكوز. أيه. باللغه الفرنسيه دارت حضان بلوكوز باش تمنع علينا خروج تاع الجيش تاعنا. ايه صح. هذه لحد الان رحت نادر نيرا مؤخر رحت للرديف لقيت البيكون صورتها ودرتها في الكتاب. والجيش الوقت هذاك كنت تشوف فيه جيش هو معاه في الخروج الضغط. الجيش الشيخ العربي شفته المجاهد الكبير. شفته على بعد. على بعد. اكيد. لا على بعد ما كانش داعم. لان طب ربي ربما صفه خاصه. مثلا هي دعوني احنا نلقوا مجتمعين في مثلا دايرين حراسه مشدده على حوش حيث التجاني الذهب. ايه تجاني تجاني وسيسكو. لا التجاني معروف التجاني. أيه. هو مسؤول على كل حال مثلا. مدني تجاني وظل الحراسه مشدده. أيه. معناها راهو الطالب راهو باش يجتمع هنا وهو المجتمع الدراسه مشدده. أيه. هو في الناس التربصيه. الله.
كوكا هجوم يقول حوش فارم يعسيك ناس واقفين نوع من نوع آوي قلت لك تكتيك تكتيك هو مسمح في جهة في التربرسية التربرسية بعيد علينا احنا بين احنا نزلت ويحيى وغيرها وجبل حذاها يعني نعم. كيف كانت علاقتكم مع الإخوة التوانسة في ذاك الوقت؟ لا احنا مثل التوانسة العلاقة بتاعنا كان توانس يسكنوا معنا كأنهم منا كانت لعب ما كانت لعب احنا 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 قريب جماعة الرديف انا ما عارفين الرديف كما راهين عارفنا يا احنا حدا التمغزية التمغزية بين احنا يوم شعر دخلين محيط تاع السوافة قداش التجمعات السكانية الوقت هذاك التمغزية السوافة طرابلسية هذيك في الرديف كل احنا عندنا نزلة خاصة بالسوافة يعني ما يدخلها الا بالاذن لان ما كانش يدخلها لان اللي مشرفين عليها ناس على كل حبيبي ذكروا انا معلومات يعني اكيد اكيد شيء نذكره بابا المكي هو بن علي باب مسعود باب مسعود باب المكي شهيد اقول لك باب المكي هذا يعني هو بابا بعد باب وبابا المودي ابو غزال تسمع به ما نسمع به هذوك هم الشفات الرئيسيين تاع الحي ما كانش واحد الا باذنهم الاخر باذنهم سواء جنبي ولا شعبي ولا هذا ما تذكر كذا ابو مره انا حوايكي حوايج نعرفها هنا مش عارف او الصغرى كلها مش عارف كل اكيد كل 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 علاقه ربما هناك هناك ربما احداث وقعت وصدامات بين بين توانسه خاصه جناح بورقيبه ضد السواف الجايين مع صالح بن يوسف ذاك الوقت في المرحله وحادثه الملعب تشفيها هذه تجمعوا فيه لو تحدثنا عن المرحله هذه لا توقع قلت لك كانت توانسه ربما اكثر من احنا حماس الثوره الجزائريه بكل صدق يعني نعم كل صراحه هم يخبوش انا حتى رغم صغرنا ورغم كذا ولكن تحس قدامنا يعني بواتنا نقول صحيح احنا ما عندنا ابو قرار ولا نعم ولكن في هذه جبت تنتقد الجول هذه نسموها قصدي جول بابا بابا ذا جاب لها شعر هذه ايوه ودرسها في كتابي الاول كلها بابا جاب لها كان الملعب يسموه الجول الجول يسموه الجول هذاك هذيك التسميه الشعبيه صحيح الشعبيه صحيح الملعب لا مش ملعب روحوا للجول جمعوا السوافي روحوا للجول هاي ثم احنا 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 نقول لك على حوشنا ولا حوش غيرنا احنا كثرنا الصباح لقينا العسكر فوق فوق السطح بدون سابق انذار عسكر الجيش التونسي هاي ايوه اللباس التونسي من السلاح التونسي على كل حال ايوه هنا فوق فوق الجبال مش عارف وش صار صح احنا مش عارف لا واحد مش عارف صغير صغير كلها صحيح مكانيك الشاب وكذا ومش عارف فرط الدايه خلط الله يرحمها طيب التاي ولا قهوه صباح عرض الطايره أمي الله يرحمها أي قال بابا وش كاين؟ وش بك الفجعة هذه؟ قلت له قلت له اخرج اخرج طل فوق السطح العسكر فوق السطح بسلاح خارج بابا وخ 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 على ما طل هزوه على ما طل هزوه المهمتي الحقيقة كاين الحويات اللي عندنا هكذا تخير وكذا طيحت هذيك ميتها لكن الحولي ما عندنا الحولي اي 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 دائما تعرف مشي تاع الروب تاع توعد لا يا حسن طيش الكمية تاعها في الحول ها ما قلتش فركتها على عسكيتها دخل فركتنا حتى احنا فركتنا على صغارنا حوش فركت كل حوش فركت كل كل شيء كي فركت وكذا خرجوا قعدوا قدام الحوش وقدام حجارنا قدام حجارنا الاخر ثيابنا كلها وبواتنا كل كذا كلها نعم عندنا هنا تبكي صنع عندنا في جعيل وكذا وين وين هنقول بعضنا وين باك وين باك انت وين هباك يا ربي الزوه بابا ها 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 هنا تبوا جرى حتى لقيناهم في 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 الجول في الجول حشد حشد في الجول فك الجواي تاع جوان مش عارف نروح جوان لوان جوان قديش قعدت المده تاع مده الحجز والله ذاكر يا احمد اخويا ما نعرف ثلاث ايام لسمانة ولا ما واو 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 هاي انا في حصر حنا ندلهم في الماكلة على كل حال يعني ندلهم في الماكلة كان يحزينا ويرجعوا فينا وحنا مش مشينا خبير الرأي ولكن الفضل حتى كان مش نقولش الفضل تو احنا الحقيقة لا الفضل ما كان جانا الفضل يرجع للجيش الفرنسي جيش فرنسي دخل نقولها بصراحة الدخل كاسون لي زاجيريان سي تانو سون دي فرونسي دخل ضربة فرنسا مع الجيش الفرنسي ايه ايه تالي بورقيبه كان راح بعيد راح بعيد بورقيبه يكتب بواتنا بال 11 بركه واحده كيف فعل الجيش الفرنسي قال ما دامكم راكم محجزينهم هذا شعب دخل شعب هذا ايه شعب وش عنده شعب قداويرهم كل صباح ربيهم شو فيكم؟ لما شوف واحد لابس كل اغلبيه لابسين قداوير ايريك دين من قالوا شوف هذا بابا بسم لك بتاع عده حبش يا بنت خلنا لا انت ارجع ما انا
أزمة مرينا بها أزمة كبيرة. نعم مهاجرين هناك عانوا الفقر وعاشوا ظلم في فرنسا وظلم منعوا السوافة لساكنين خارج الحي في القرابة ولا في تحدثنا عن الاستقلال والتنقل من تونس ورديف للوادي وهذه مرحلة حساسة. هذا كان كنت حاضر في الجيش عندنا في الجيش وقتها كنت في الجيش كنت في الجبال وقتها في الجبال نعم في تلك المرحلة كيفاش استقبلتوا عيد الاستقلال وكيفاش وانت في الجيش؟ لا هو كي طبعا هو الاحداث هي على راديو الحج يعني انا جهه تاع كنت فيها اكيد وش على راديو كنت في المقاطعه تاع تالا في فيرمه المقرني بالضبط ايه وبعدها في المخيم رحنا للكاف للكاف على كل حال الكاف هاي في الكاف هاي ولكن مناطق جبليه جبليه كل هاي نقول لك نعم مثلا انا كنت في الواد جبل هو جروف اللطه يعني نهزوا في الماء من القلت نهبوا في الماء صحيح كان نسمع في الرصاص في المركز تاعي فوق يضرب الرصاص دا 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 نشغب نشغبش ليه وش معنى في واحد على كل هذا اكيد كيما مفردي فما نجروا احنا قالوا اصحاب سردت هذه فرنسا هجوم وقع عليكم هجمت فرنسا شحال جبالك واحد شحال سلاحك وتضرب في جوك يا مشكلي واش بيك ما استقلت يا دين الله ها استقلال استقلال راهي فرنسا زحبت أيه فرحه كبيره على كل فرحه كبيره كبيره والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشعب الجزائري نال استقلاله على كل حال شبانه ولا شيوخ على كل حال ونهايه خدمتك ثم المشكل لا المشكل كي من بعد كي سرقت الامور كان احداث لا داعي الى ذكرها صحيح الاحداث اللي خلقت لنا حنايا صائفه 62 اللي كنا فيها جنود وسطاء وقع موقع لا داري الى ذكرها حتى التفكير فيها ربما معروف التاريخ ليه يعني لا كان امور صراع صراع كبير احنا حاضرين فيها كل حكايه المستطاع على كل حال ولكن تفسرت لنا بعد تحدثنا بايه القاده السياسيين وبين الجيش لا وصل الجيش الخارجي ولا الداخلي بين الخارج والداخل المشكلة الاصطدام بين الجيش الداخلي والداخلي ايه انا بتعرض نفرحوا بنهزوا العلم مع بعضنا عطيك نروح نكتلوا في بعضنا يعني تاع سبع سنين بركات سبع سنين بركات دخلوا معروفة اكيد كنت في الجيش معناه في فرحتك بالعيد بالاستقلال وانت في الجيش ووصلت الجيش حتى سنه 1966 على نعم. 4 سنوات بعد الاستقلال نعم. وين كنت في الجيش الوقت هذا مش من ثكنه وش من فتره الوقت هذا هي في بعد الاستقلال يعني بعد الاستقلال مباشره وقع تخليط الجيش مع الجيش الداخلي ايوه وحلت المشكله بالخارج والداخل اي هذا الشيء خلى الفيارق تدخل بعضها الفيارق ايوه كي تدخل بعضها تم تعييني من طرف السي عبد الكريم الوهراني في بريميس الجروبمون احنا في عنبه ايه جروبمون كنت في عنبه الجيش الفرنسي نودعوا في الجيش الفرنسي عاد مع ابو مدين يسلموا المهام مع ابو مدين يعني الله يرحمه على كل حال على قلت لك نختصرها على كل حال اكيد في اواخر لا نقول في وصلنا حتى اواخر 62 اواخر 62 تم تحويلي من الفيالق الى بريميس كرومو بريميس كرومو هذه عينتني كاتب في ثكنه خاصه بجمع المجاهدين ما نقولش الضيعين لا مش ضيعين المجاهدين الغادين يعني اي لان كي تدخل الجيش خاصة الجهة هذيك وقع في خلل اي لا تجمع سوق اهراس تجمع طارف تو الركن هذيك يعني كل هذيك حدود كاملة منطقة حدود الجيش كي هبط واحد راح لهلها واحد راح يطلع لهلها وعائلته وينهم وباهو هو نعم يغدو كانوا في الشتات ولكن الجيش يتحرك الجيش نعم مش قاعد في بلاصة كما بكري صحيح كنا في بلاصة معين كانوا بعد الاستقلال الجيش كي هبط يتحرك نعم منها من الحدود من سوق هراس ولا من الطارف كان لا يمشي ما كان لا شرطه ولا كان لا درك كان جيش واحد لا جيش يمشي نعم يمشي بس حتى خمس صيف ورايح يمشي عمر الوطن صحيح صحيح ليه لان الفتره هذيك كونوا لنا حنايا دوله فرنسيه درتنا عبد الرحمن فارس عينات الحكم موقته ولا ائتلافيه نعم هو دار جيش سماه جيش المحلي صح فرص لوكال نعم احنا نحو في الفرص لوكال كيفاش فرص لوكال تحججت عليه ودير فرص لوكال فرص لوكال هذا خليط بحيث البطيون كنت في هنا كفرزيان بطيون شويه كيما تو كفرزيان بطيون
كنا في جان من رخبك قدام نروح للعنب بعد ما عينوني في عنب بالكم أيوة. في رسوم لهم واحدة جابوا قائمة في 60 قومي لابسين كيف كيف دخلوه في الجيش لا يا حاضر هي دخل في هالفوضى هذه دخلت لنا هالناس والفلوس لوكال حتى الصباح طبعا هو قومي تخلى فلوس لوكال اعطوه فرصة بشي ينظف روح البس بشي تحرير ودخلوه في 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 كثرة زي ما قلت نعم صبحة واحدة 60 بالعدد ناكل سكرتير وفضلك عارف بس سكرتير لا مش سكرتير من قاري بركة مش سكرتير قاري بشي زادت بشي منصب 60 قائمة في 60 فلان 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 أيوة حزمهم كمان دهم روحنا العسكرية في مبسوطينة من ناحية هذا بطير واحد خلي بالك وبالتالي هالناس دخلوا الناس ضايعين انا خديت على الطيور تاعينا انا كوبانيه تاعي فاتت لا يدخل ما يدخلش صحيح اذا داروا سكنه عسكريه خاصه عين فيها الله يرحمه ما اظن كراو كبير وهذه المهمه اللي تكلفت بها ما كرش ليه لا انا كاتب 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 اما هو الله يرحمه المجاهد بعشنوار نعم كنت ناس كثير تاع في القصرنا هذيك الوحيد وطبعا كاين البوليس بيام يعني بوليس ميليتار شرطة عسكرية يلمد في الناس الهايمة ناس هايمة ناس مستقلين جد كانت مشردة كل شيء جيش وقت عصيب جيش جيش هامل بحق عند أهل وقال الله منا منا يلمد فيها مجموه نحن قطر ديروا ملفات احنا ونبحثهم بالمية سوكمو بالمية سوكمو تلقي لهم بطيب تاحب جي كمان هاي انت بطيون في ليلي انت الحق انت برا البليدة انت برا القالمة انت برا سكرات انت برا تبسة بطيون تاك انت رح بطيون تاك في سطيف هذه المهنة تاني احنا صحيح يعني ما جت سوصون تروا عملية عملية فرز ما جاء اكتوبر سوصون تروا كان صفينا العملية اي الحمد لله وبقيت على 66 هذا عندك هذا اكتوبر 63 في اكتوبر 63 يا اخي وقعت الماركه تاعنا تاع تندوف جينا اعطوني هناك وجي هذا وجبني هناك وجي كي رجعت هنا 28 31 واحد كي رجعنا للبطيخ قال الواحد البطيخ خلانا وراح استنانا ماذا؟ استنانا ايش البطيخ يتحرك في المعركه مع المغرب مع المغرب دوح المغرب بطيخ اللوز تحت فقير يعني كان عنده اطماع في الاراضي الجزائريه احنا خلانا في قعدنا في في تحدي اخر تحدي زادوا فكتونا هم البطين متخرج انا قالوا لحقوكم من التندوف اي فكونا واحد راح البيت 8 ايام واحد راح الدكتور زيام واحد راح البيت 3 ايام البطين مازال قريبه هذه نعم لا فكتونا البطين هذا كثر زيام بطين طبعا هي جندي بسيط ومش عارفين شكون طول كتاب ونعرفينهم الناس مش ناسي قال واحد ناس اخرين صحيح اصبحت في العسل في العسل يعني عساس يعني. اي في العسل عساس كاين شاف كومباني سي عمار كذا هكا من الطهير هكا هذا مجموعه اللي غاديين هذا صافي عرفني كاتب ما في السكنه هذه شافني تعرف انه جندي من جنود تاعهم بقدم هكا دبزنا يعني حقرني حقيقة حقرني وطويل ومسوق عراض حقرني يعني وعيرني فهمني مساحة يعني دبزنا شافنا دانا حتى ايه قريب حيو جابك قلت افتوني هنا عندك قال من اليوم كاتب معي انا فكني انت وكاتب تايز هلا من هناك الكاتب هذيك اصبحت كاتبا من بعد تمت عيني بصفة رسمية كاتب على البطيئة نعم سأعطوني المستحف الافراد سيفيش ديزيفكتور ما قلت فيها المنصب هذا بدون قراد يعني جندي بسيط وهذا اللي نغرني وهذا اللي خلاني نطلب خروج من الجيش يعني هذا كسب يعني خلصت عام 66 يعني حرث نفس 66 بعد حوار مع مع نداني الحقيقه الله يرحمه سي عبد القادر شاب ونداني للناحيه يقول لك صغير وشاب وقديم في الثوره والناس مجندوا توهم ولوا في اسم قال لي ابقى نبحثك لروسيا مع الجروب اللي فيه زروال بعد الجروب تاع زروال تروح لروسيا ولا روح تروح لمصر خير نعم خير نذكر مصر تجي كوميسار بوليتيك ولا روسيا تجي في البلندي ولا صحيح قلت انا رفضت شيء انا هذا لا هذا انا عندي شاب والعزوز كبروا وجعانين يزي فيها هذه قلت صار خلص في 66 رجعت الواد في 66 بالضبط في رجعت في 66 كي رجعت على اساس طبعا درت اصحاب هذا اكيد في, في, في الشمال يعني وقص الواد ومشاكلها الوقت فيها ذاك الوقت الله يرحمه الاخضر هبيته تعرف الاخضر اي معروف الان هذاك تلقيت نويا في جيجل ما
النايف الباتيان هو في الكوميساريا أيه. يبحث على سوفيون هو مثل ما كان سوفيون ممتلقين تين القطرات لقينا حدثني على الواد كما ينبغي اعطيني صورة كما البطن بتاعك هاو شو كيحة من مؤامرات هاو شو يعطيك لا ما ينخذ على كل هذا مشعني في سوق قلت نروح لجهنم كانت الوقت تعيش فوضى في ذلك الوقت فوضى مش مع قدوم ما يسمى بربح الصيف الأحداث هذيك ففي كرهني في الواد بغير ما نعرف الواد عم ناخذ الله كيفاش انطلقت من جديد حياتك السياسية في الواد كي جيت من بعد انك جيت هنايا سمعت بي جماعة جديدة ولاد عم حمل أخضر وهم كانوا مع سي مسعود مبروك مقدم وجماعة مسعود بن علي مسعود بن علي ويا تشيحان يا شيخ حبيب العيد وجماعة تاعنا هنا ايوا جاهم سي مبروك هما بحميد راهو خارج من الجيش والرجل راهو قاري وراهو معروف وراهو كذا جيبوه جيبوه شدنا هنا المرض تاع المجاهدين ايوا ندوني روحوا لي غادي المهم جيت هنا المهم نختصرها يعني الحداثه أيوة. بس ما تهورش على على حتى على المستمع نعم كي هنا قال لي معينوك سكرتير سري تاع لجنه الاعتراف ايوا كملوا لجنه الاعتراف المجاهدين قدام كبار أيوة. هما اللي لجنه هي تعترف بالصفه تاع المجاهد وصفه تاع المناظر وصفه تاع المسجون وصفه تاع فدائي انت رايح يعني اصناف هكا جميل شد استقريت شدت مع بابا المجاهدين مع بابا كبير مع بابا كبير صح مع الفقر مع الجوع المهم اعطيني سلاك قال لي نهار قبل الفرنكو في الامان هو عندها عندها حس الفرنك في زوجت بها وبنيت بها الله يبارك فيها في 1000 فرنك في النهار وشوي علاقتك معناها 30000 هذا على مستوى الجهاد منظمة المجاهدين علاقتك بالحزب في ذاك الوقت اي هذا وين دخلت الحزب ايوه هذا وين طبعا ما دام راني في المنظمة تاع المجاهدين نعم تنجم تقول اوبليغاتوار باش ننضم الى الى الحزب الى حزب الى خلية من خليات الحزب وانضميت الخلية تاع نتاع تاع حي الشهداء سكن الشهداء راه كان هي كانت خلايا نعم كانت خلايا انضمت الخلايا تاعنا واستمر النضال في النضال السياسي في النضال هاني هنايا انا في في هاني في التحرير في كل حال هاني في التحرير عينوني باش نروح ندير ستاج تاع الاداره ستاج كونتابيليتي ادمنستراسيون في بدوار ايوه روح دير ستاج عديت ستاج مع جماعه الواحات ايوه خاصه مش كامل روح لا وطن كامل صار نسبيها معنا القبائل معنا مجاي المهم رد استاجي بعد ما جيتني استاج هنا يبعث سي عبد الرحمن المريمي وهو ذاكره سي مسوك مذكرة تاعها مصور وياه مع مع سي فاضل الوالي مع عند المذكرة اما سي فاضل سي عبد الرحمن المريمي دار تليفون الجماعه هنا يقول لهم يا عبد الرحمن بس شد شد بعد ما استاج شد سكرتير الاجواء تاع المحافظه الكاتب النائب الكاتب العام تاع المحافظه الكاتب العام تاع المحافظه هو من العاصمه يعني نعم باش يدربني على الكتابه وراه روحه شدنا الكاتب العام تاع المحافظه خدم شهرين شهرين وكان روح داخلها شهرين انا مزوفي في 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 ورقله صحيح لا جات تخبيه في الليل قلت انا مجنون جاي البلاصه هذه خلي باي ومني خرجت على جهه من الجيش كان عز الوالدين كبير صح قلت خرجت على جهه من الجيش نعم وبعد جي هنايا نلعب الخدمه هذي تجمع مع مسعود هذا بعد جابت تنقول تاع الرساله انا صرت نادي بعد اي شوفوا نتاعهم على الشاحي قلت لهم والو شو قول لك في الكرسي التالي فليستي في الامار واش عرفت قلت لهم الدنيا باش نطلع على الشيب ذبحته طلع على الشيب كل فيك يقولوا بيا يقول عليه هذا جاب عبد الرحمن الصباح ما لقينش في البيرو كلم الجماعه وروا بحميد الغادي ولا من هو لقوا شبر فرف كلمني عاد نفتح عليك قلت له والو يا ابني ثم علاقتك بالتربية الآن بالتربية كملنا الاعترافات وهالفكرة تاع المجاهدين وقعدوا مكتفيني خلاص انتهى الأمر سكرت جات اللجنة من وزارية ولجنة من ورقلة وكذا كذا باش يختموا العملية خدموا العملية خيروا كل واحد تخدم ايوه واش نعطيوك من واحد يعرفه نعم. معايا صادق الدقيش الله يرحمه معايا نعم. عبد الغني بغزال الله يرحمه هما من مجموعه نعم لكن ليس هذا السونتر برك هنايا أيوة. وعندنا الفروع في الدبيله في قدر ربعه المسؤول اللي جاء من الوزاره قال هاوك روح قال انا شوف النيه تبك قال انا اعطيني سيدي تاكسي زيني برك
واحد قال له هنا عساس في مدرسة حضر حسني زيني بك. قال ما طلبوا حبيته من جزاء ما قدمناه يعني. شوف كيش كان طموحهم وفيها قناعة وفيها والله طول يعني نصر حالي ونخدم وخلاص. قلت لهم لا يزال دورت هنا. قلت له لا بارك الله فيك. كيف يقولوا هذا تقول شي مور تقول خدمة. قلت لا نايا نروح للتعليم. أيوة نكمل رسالة. أنت بارك الله فيكم جزاك الله خير. يود يصير يستقصي ولا أن نوظفوك وبرق. لا قلت لا لا جزاء له شكر. نايا نروح للتعليم. خلاص انتهى. نعم. قداش قعدت في التعليم هكذا؟ إيه حتى خلصت من سنين التعليم. المدة 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 خدمت في التعليم. إيه حتى خلصت التعليم كلها قد تقيل. سبع سنين ست سنين قداش؟ لا أكثر هو. من 69 دخلت أكتوبر 69 خلصت 76. إيه. ولكن الأغلبية تاعها تدريس درست أقول ستة سنين هكاك تدريسا واقفا. مع الكلاس مع صح. هو الأكثر شوي. والباقي كله ديتاشي. وفي المرحلة ديتاشي كنت في البلدية معناها كنت رئيس بلدية. لا لا أول ديتاشمو بعد ما دا 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 حولنا من ورق لهذه البسكرة. إيه. 74 صافي الأكاديمية وفي البسكرة. إيه. الأكاديمية اقترحوا علي باش نحسن. إيه. معناها من ولاية الوعالي إلى ولاية. إيه لأن يقول لهم دو في كتاب الماع وكتاب الماع وكذا. صحيح. إيه. كانوا هم بالأخم من المفتشين هم يعني يعرفوني دربال وموصولي. نعم. آه. كان عبد الحميد بسري بدي راه معلم. ولكن راهو كافي الإدارة وكذا وكذا. اي نعم. بس ولي يروح فيهم. قلت لهم اني هنجيكم هنا نخلي حوشي وعائلتي وليداتي. قلت لهم هنا نظام ولي ما نظامش حوش بركي في الوتال. اي. السلام عليكم. نجيكم الواد خدم عندكم وروح الوتيل. اي. قال لهم ابني عمك. قلت لهم فين ابني عمك؟ ني. ني حوشي في الواد متقاسي في الواد. سيدي ما حوشي. نقلت الواد. حتى هم جزاهم الله خير. أيه. كاين معلمين كيفينها هكا راحوا ثم وكذا وبعد كان اللي قاعد ثم وقال زفيتي صحته ما هم صحته. أيه. يعني مل من 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 الوتيل. واه. أيه. رحنا موظفنا نسكن بالوتيل وفر لي سكنه. اما السلام عليكم حوشي في الوادي. صحيح. عندي اهلي. بس هو يقول لي ما شد لنا لانكس الفرع تاع المستندات التربويه. ايوه. اي حول راهو الان في قمار. في قمار هذاك جبت هنا للواد نرمال. ايوه. انما بعدين حولها ديوان المطبوعات. تاع المطبوعات. انا اول من سدت. جميل جدا. بحيث الانسان كيما تو مثلا نعطيك مثال الضبايا والعربي. ابعد ما ابعد المدارس. صحيح. كنت توصل لا نوصل في الكتاب ولكن قبل المدراء يتعبكوني قالوا يا سيد الحميد قالوا له كتاب للمدرسه الكل كتاب سنه اولى. يتداول عليها الكلاس كل واحد كتاب واحد في المدرسة. كانت الموارد شحيحة جدا. شحيحة جدا جدا. والبزناسة بزناسة ثانا. صحيح. ويبيعوا في الكتاب بتاع المدرسة مكتوب فيه يتمد مجانا. مجانا. يبيعوا فيه بناء كان يبيعوا في الكتاب مش عارف. صحيح. شيحته هنا والد. قلت له الكتاب لازم يوصل من وراء ضبايا غادي. هذا ولد جزائري لازم يخرج كتاب جزائري. كفايه كتاب واحد يشفع رسول الله في المدرسة. صحيح. وصلته والحمد لله نجحت في العمليه. الحمد لله. البلديه هاي جتني بلديا بعد. ايوه. تم اقتراحي في البلديه بعد ما وريت عن عده كنت عضو في الاتحاد العام للعمال الجزائريين عضو في شبيبه تجربه التحرير. جميل. اشاد الماليه. صح. كنت مناظر. في المنظمات الجماهيريه. المنظمه الجماهيريه. تابع للحزب. اي عضو تنظيف القسم تاع المجاهدين. نعم. جات انتخابات والبلديه لعهده واحده بعد ما ليه لان في العهده تاع 74 اللي فيها سي ابراهيم الله يرحمه الله يرحمه سي ابراهيم العمودي ترشحت ولكن الصوت نتاعي هزها وكان حتى الحزب يوجه ويدخل بيني سر لا 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 هم لعبوا اللعبه الله يسهل عليهم أيه. كي جات في 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 تاع 79 انتخابات 79 اي 79 وثمان اول انتخابات فيها راي وكذا ما قدرتش باش تعضوا نعطي راي ربما ما يصلح في البلاد صحيح ولكن من تنحني من القائمه الاخير الناس تعطي اصوات تنحني انت صح ثم رشحتني القسم تاعي مش قسم الخليه خليه فورس علي انا فوق روحي كان عندهم التصوير وعندهم معلومات الكل في القائمه ودخلت عمليه انتخاب بال 79 جديد ايه رشحني نجحت المره هذه نجحت المره هذه نجح والله يصدق خلي تسمع نفسكم لا لي راغب فيه لا يا وحلي قلت لهم ديروا ما نروحوش ننتخبوا بالله ما انتخبت لان انا الاهلي سبحان الله والاخوتي رغم هذاك حتى خرجت كي خرجت وجينا في اختيار الرئيس او في مجلس الدخل
بالله ما انتخبت على روحك، انتخبت على بشير عبادي، حتى كان يسمع فيه الان ناي انتخبت على شيء بعد بشير عبادي. ليه؟ لان صديق صحيح وشتها، ورغم هذا الناس ذلك ثقه فيك وزاد وعاودوا خلصنا عضو في الخمسه اعضاء تاع هذا، لان المسؤوليه تكليف وليس تشريف. في الخمسه اعضاء خلصنا، يجوا انتخاب تاع خمسه اعضاء ثاني باش يخلوا رئيس يزيدوا خرجوني انا اذا والله اذا كان مرغوب فيك رفض في قضاء فضل. ولكن كي جيت في رئيس البلديه لا عندي مشروع في راسي ولا عندي تخميمه ولا تصورتك شهر ورشين الاولاد صدقني واقولها بكل صدق شهرين ثلاثه وما حد نستشهد عليه بذلك في ذاك الوقت. أيه. بالله كان نمشي على راسي مش على رجلي صدقني. سبحان الله لانك حاسب عظم المسؤوليه. لا مصيبه تخل. مسؤوليه ثقل مصيبه تحت فوق راسي. نعم شيء انا محضر روحي ولا لله رغم ذاك ما انا فوت العهده كامله ومشيت. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بعد ما فاتت الازمه تاع التخميم هذه طبعا درت برنامج تعمل وجيت نجمعك نشوفوا رئاسة راهي نار في ترميها لواحد اللوطة. أيه. يلا يرحمك شدوا البلاص يخلينا مشركين. حتى الجماعة قال لك لا أنت فيها. قلت لهم كلمة مشهورة أنا قلتها للمجلس. قلت لهم شوفوا أنت لعب هذا راهو كاين أن بون ديو في السماء. قلنا كل وكان بون ديو اللوطة نايا في البلدية تاع الواد. جميل جدا. راني مبرمج وننفذ ونجي نقول لكم. نعم. إذا قلتوا فيا شك مشكل. عروني. ومن بعد رحت للمحاماة سيدي، كيف جات فكرة المحاماة سيدي؟ هذه فكرة المحاماة قصتها قصة حتى، هي قصص الدنيا هذه. قصص كلها. والله كان قصص، بعد كاين في البلدية كاين شخص لا داعي إلى ذكره. أنا حبي في العلم ربما فات. نعم. البلدية مساكين نقولها مساكين رغم أنهم تجربة وعندهم الدنيا كل ولكن ما كاين دبلوم. مشت. إذا البلدية لازم تحول. وصلت تعليمك تحول. نعم. إيه تعبان وصلت التعليم تاعي. نقرأ في الليل نقري في النهار ونقرأ أنا في الليل. جميل. هذا هو وصلت. كانت الجامعة الصيفية. الجامعة الليلية. إيه. في الليل نقرأ وفي النهار نقري. نعم. هذا جميل. وصلت. كان إرادة كبيرة. إيه هذا وصلت، هذاك مش وصلت حتى هزت البكالوريا في 75 ولا 200 عام. إيه. هزت البكالوريا تاعي. المهم جبت فيه الخير هذا علاش؟ لأن خرج من الجامعة والبوست ما كانش. دخلت انا البلديه درت انا شيف سيرفيس لبس عليه يجوني جماعه شكون منا؟ قلت لهم لا من غريب من دبلوم شفنا وانا دار طبيه تتفاهم شتني كروحكم مستوى شهاده مبدئيه عايش وين عنده الليسونس كل شيء هذا مولد خرج من الجامعه بوست دار الزمان وهي الزمان وحولت هنا للولايه اي هذه قصة كيفاش انا رحت كلية القانون. ايه. تالي كنت في الجامعة نزلت في السبعينات سجلت جيولوجيا. ايه. هنا رسامة تاع الخرائط. ايه لا جيولوجية. انا جيولوجي اول ما فتح في خصوصية كنت فاهم. ايوه. في السينماتيكا. شزلت وبطلت. الشايب لازم برضه كذا وندير لهم والعائلة. منين كان يحسس نمشي نكلم وين باش نكلم؟ قعدت في الوظيفة تاعي على كل حال. نعم. هذا السيد هذا كي راح الولاية هنا انا بديت نمشي الولاية. كي صباح وليع وصاف في بوست كلي كما يقولوا. ايه. جيت نهار كي عدوني وليت مدير المجاهدين بعد الوزير النداني قال تكفل بالمديريه تاع المجاهدين جيت طاشي معاها. اذا لازم ترقى ولا لا؟ اكيد. من 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 التشييدات المستراتيون لازم يكون ادمستراتور. نعم. ما كونش ادمستراتور كلا بالليسونس. ايه. كلا بالليسونس. اذا حتمت عليكم الشقة. حتمت علي هو حقرني هذا. اه. في الخير. حقرني. حقرني دخلت فيه قلت له شوف. هل يصونها دراسك انت راجع علينا لا ما اجيبها ونضربها على وجهك. الله هذا هو راه لاني مش موظف لا ما اجيبها لاني مثقل محامي لا ما بزورني لا وقريت حقوق وروحت قريت حقوق بطلت من منا بدات الحقوق وتخرجت وهزيت ليسونس تاعي وبعد ما هزيت ليسونس تاعي درت كابا بيان سور كابا وبعدها وهزيت الموافقه تاع كنت نايا الوحيد العام هذاك الوحيد اللي تعدي 16 تاع محامي نعم ما قبلوا حتى واحد محامي كانت عزيز محمد انا كملت 17 هنا في الواد 16 قدامي انا كبير 17 جميل جدا السيد هذا بعد ما هديتنا الليسونس همشي نفي بوحدي ما هديت له الليسونس ولا تعلم لا 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 قلت والله كحفزني تستاهل تقريف وتستاهل نفوسك منه من حفزني كمل نعم نعم كيفاش حركنا اكيد ايه
تلزم في الليسانس وتمشي مشي عند محامي. جميل جميل. ومن ذلك الوقت وانت راك محامي لدى المجلس. محامي لها لي لي لحد الان. لحد الان. واكيد راك نلت عدد شهادات. نعم الحمد لله. وتشريفات والحمد لله. الحمد لله. مسيرة حافلة بالأنشطة وحافلة بالمواقف. نعم نسأل الله العفو والعافية لأولاد لبلادنا برك. الحديث مع الأستاذ عبد الحميد بسر شيق وجميل جدا نظرا لمسيرته النضالية ومسيرته الذاتية. سيرته الذاتية كانت حافلة بالإنجازات وبالتحدي بين جهاد وعلم وأسرة وتربية ومسؤولية في رئاسة بلدية وكذلك محامي اليوم عند مكتب مفتوح ومن أشهر المحامين على ولاية الواد. أشكرك جزيل الشكر على هذه الجليسات وربما الحديث معك يطول لو دخلنا في التفاصيل. أنا أعرف أنك خزان كبير من المعلومات الشهادة التاريخية والحمد لله اليوم أراك توثق في هذه الأعمال وعندك اليوم قديش إصدار قديش إصدار موجود عندك حوالي 4 أو 5 إصدارات خمسة إصدارات فيه وثقت مجزرة رمضان وثقت الكشافة الإسلامية وثقت ربما كتاب صرخة الصمت الحمى الأخضر والشخصيات فأنت وثقت هذه للأجيال وأنت أضفت للمكتبة الجزائرية والمكتبة المحلية هذه الجلسات. أشكرك جزيل الشكر من جديد وبارك الله فيك ونلتقي إن شاء الله في حصص أخرى. We'll be right back.